حياكم الله. دولتنا دولة الحب والتسامح، وديننا دين الوسطية والتعايش. عشان شي لا حياة لأي تعصب أو تشدد من أي نوع، سواء كان فكري عقائدي أو حتى بسبب الجنس أو اللغة. التعصب جهل، والتشدد انحراف عن الفطرة السليمة، وإرهاب للنفوس والعقول، ودعوة للتخلف والعصبية اللي يجب علينا نبذها. دعوها فإنها منتنة. عشان شي جاء المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في مادته 21، عشان تؤثم إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو الإشراف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات لصالح جماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة لغرض إرهابي. وجعل عقوبة هذا الأمر السجن المؤقت لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، والغرامة التي لا تقل عن 2 مليون درهم ولا تزيد عن 4 ملايين درهم. وهذه الأفعال من الجرائم الماسة بأمن الدولة والأمن والسلم الاجتماعي في البلاد. لذلك فهناك عقوبات تبعية أخرى مثل مصادرة أدوات الجريمة، الأمر بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية أو حرمانه من استعمال أي شبكة معلوماتية، وإغلاق الموقع المخالف بخلاف إمكانية الحكم عليه بأي عقوبة أشد تكون واردة في قانون آخر، مثل ما قلنا في حلقات سابقة قد تصل يعني جسامتها إلى تطبيق العقوبة الأشد من ذلك وفق قانون العقوبات الاتحادي. رسالتنا في هذه الحلقة اللي احنا شفناه وشاهدناه خلال العقد الماضي من تسرب الجماعات المتشددة واستقطابها لعقول الشباب من جهة الدين اللي هو منهم بريء حقيقة، ونشر الأفكار الهدامة من خلال مواقع مشبوهة، نؤكد على وجوب الحذر، كل الحذر من الانجراف لمثل هذه الجماعات والنعرات اللي تستغل الدين عن جهل وسفسطائية ما من وراها فايدة إلا الخراب. ودولتنا الحمد لله دولة كريمة توفر كافة قنوات التنوير والفكر القويم، وتنظم إنشاء الجمعيات بموجب قوانين تكفل رقابتها وسلامة أهدافها وأغراضها. فأرجو أن لا نجنح لأي سبيل أو منصة أو تطبيق يعني ليس له شكل قانوني نظامي يخضع لرقابة الدولة وأجهزتها المعنية، واللي حريصة كل الحرص على أمن هذه البلاد وكل من يقيم عليها بدون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللغة. ودائما ندعو الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ بلاد المسلمين ويحفظ العالمين من كل شر ومكروه. إن شاء الله نلقاكم على الخير دائما، ونقول لكم الحين مع السلامة.